يعني خلال الشهر اللي فات تابعنا تفوق المرأة والسيدات واقتحامهم لكل مجالات العمل، سواء كان كمان الرياضة، الفن، قدروا اللي هم حقيقي يثبتوا نفسهم واقتحموا كمان موسوعة جينيس للأرقام القياسية. في الكام شهر اللي فات كان في نماذج كتيرة جدا لسيدات من كل دول العالم حطموا الرقم القياسي في موسوعة جينيس وعملوا تحدي كبير في معظم المجالات. تعالوا نتابع التقرير التالي ونشوف تصدر السيدات لموسوعة جينيس. نماذج مختلفة من السيدات في العالم قدروا خلال الكام شهر اللي فاتوا يلفتوا أنظار العالم بعد النجاحات اللي حققوها في مجالات مختلفة، سواء في الرياضة أو الفن أو في مجالات تانية، لحد ما أصبحوا حديث وكالات الأنباء العالمية وتقدموا كقدوة للنساء والسيدات في العالم. عندك مثلاً زارا راذرفورد، الفتاة صاحبة الـ 19 سنة اللي تصنفت كأصغر امرأة بتطير لوحدها حول العالم، وده من خلال طيارتها الرياضية اللي بمقعد واحد. زارا حطمت رقمين قياسيين عالميين في التجربة دي باعتبارها أصغر امرأة طارت حول العالم وأول امرأة بتعمل كده بطيارة خفيفة في الوزن. كمان سوزان شولتنج المتزلجة الهولندية اللي سجلت رقم قياسي عالمي جديد في مضمار السباق القصير 1000 متر سيدات، وجين كامبيون اللي فازت بجائزة الأوسكار لأفضل مخرجة وأصبحت أول امرأة بتحصل على مجموعة ترشيحات لجوائز الأوسكار عن الإخراج. كمان كلوديا بيتشستين المتزلجة السريعة الألمانية صاحبة الـ 49 سنة اللي سجلت رقم قياسي جديد لأكبر امرأة في السن بتنافس في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، واعتبروها السيدة الوحيدة اللي نافست في 8 ألعاب أولمبية.